استبعاد 3 أو 4 لاعبين للمعسكر الحالي. هذا الجيل محتاج انه كمان يكون عنده تراكم خبرات. الله وبركاته، اهلا بكم في المؤتمر الصحفي للمدير الفني لمنتخب سوريا الاول الكابتن حسام السيد للحديث عن معسكر منتخب سوريا الحالي والمباراتين الوديتين بمواجهه منتخب الجزائر وبيلاروسيا وعن استراتيجيه الكادر الفني في تحضير المنتخب خلال الفتره القادمه. طبعا نرحب بالكابتن طارق جبار ايضا مساعد مدرب منتخب سوريا وايضا الكابتن رفع شمالي مشرف منتخب سوريا الاول وعضو الاتحاد العربي السوري لكره القدم رئيس قسم المسابقات الاستاذ صلاح بركات وجميع مندوبي وسائل الاعلام اللي شرفونا في هذا المؤتمر الصحفي. بدايه الكلمه للكابتن حسام السيد للحديث عن مجمل ما حصل خلال الفتره الماضيه وتخطيط لمباراتين الجزائر وبيلاروسيا. في البداية أنا بطبيعة المنتخب الأولمبي بالفوز بالأمس على المنتخب السعودي نتيجة أكثر من إيجابية قدر يفرح الناس يفرح الجمهور ومعطيش لتحقيق نتائج إيجابية وإن شاء الله بيستمر لمراحل بعيدة قبل البطولة وبيقدر يحقق اللقب هو أكيد ما مو بعيد عن هذا الشيء. طبعا بالنسبة للمؤتمر حبينا نعمل هذا المؤتمر ولو كنا بجا متأخر بعض الشيء أنا مفترض أن هذا المؤتمر يكون بفترة سابقة لكن كنت عم بخضع على دورة تدريبية خارج القطر لهيك تأخر موضوع المؤتمر الصحفي. طبعا بالنسبة لنا خلال الفترة الماضية عشنا كثير خيبات أمل بموضوع كرة القدم كثير من الأحباط نتيجة نتائج المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية الاستحقاقات اللي خاضت هذا الشيء أتعب الناس المحبين لكرة القدم أرهقهم خلاهم يعيشوا حالة عدم ثقة فقدوا الأمل بمنتخب وطني قادر على عمل نتائج إيجابية قادر على رسم الفرحة والبسمة على وجوههم. طبعا نحن بدورة الأردن الدولية قبل الدورة كانت فكرة تجديد المنتخب قائم لكن الدوري السوري كان في مرحلة واحدة الدوري العراقي واحد الدوري البحريني كمان مرحلة واحدة هذا الشيء خلانا نستمر الشيء اللي مشوا عليه المدربين السابقين والاستعانة باللاعبين الأقرب للجاهزية نعرف أنه لما الدوري يكون واقف اللاعبين يكونوا بعيدين عن الجاهزية عن لياقة المباريات دورنا عن اللاعبين الأقرب للجاهزية واللاعبين اللي بيملكوا الخبرة لا يقدروا يتعاملوا مع هيك مباريات بجوز توقيت الدوره ما كان بالشكل المناسب لكن كنا مشتركين فيها ومن ضروري انه نشارك ونستفيد من المباريات الموجوده. حسام عم شوف اخبار عم تقول انه تم استبعاد 3 أو 4 لاعبين للمعسكر الحالي، هل هالامر صحيح؟ واذا الامر صحيح هل السبب فني او في شيء ثاني؟ بالنسبه للاعبين نحن لعبنا 27 لاعب، اللاعبين اللي بيكونوا متواجدين معنا بالمعسكر او بالمباريات هن 25 لاعب طبعا اضافه للاعبين اللي بيلعبوا فينا من الدوري العراقي اللي يمكن ما حكيت من اعمار معينه، طبعا هن من جسم المنتخب بس في بندور على الجاهزيه الافضل رح يرجعوا يتواجدوا معنا بتأمن الشهر القادم قبل مباريات عمان، احنا هي المجموعه بحثنا عن اللاعبين البارزين بالدوري، اللاعبين اللي عمرهم بيناسب الخطوه او الفكره اللي نحن عم نشتغل عليها أكيد رح لهم تواجد مرة أخرى، ما حكمنا عليهم كمستوى فني، أكيد هن لاعبين جيدين، لو مانن جيدين بس تبعيناهم من البداية للمنتخب الوطني، لكن في مركز ممكن يكون فيه 3 لاعبين ونحن بدنا نختار لاعبين، هذا الشيء اللي خلانا فيه أفضلية بعض اللاعبين عن لاعبين آخرين. الأمر مهم ورح يكون صعب يحتاج صبر وشغل كتير مثل ما أنت حكيتي يعني بالنهاية الكلام إنه الصبر دائما التجديد محتاج صبر نحن ما نقول الصبر ومثل ما قال الكابتن حسام صبروا على الكادر نحن الكادر اليوم يعني مثل باقي الكوادر اللي تم استقطابها وتمت إقالتها أو تغييرها تحت خلينا نقول نتائج سلبية لكن هذا المشروع أو هاي الفكرة اللي عم يشتغل عليها يعني المنتخب الوطني خلينا نقول باتفاق مع اتحاد كرة القدم هي خطوة كتير جريئة لكن محتاج لصبر التجديد محتاج لصبر اللاعبين الجدد اللي محتاجين لتراكم خبرات تراكم مباريات دوليه مثل ما الجيل الماضي لعب 10 سنوات وصار عنده كل لاعب اقل شيء 80 مباراه دوليه هذا الجيل محتاج انه كمان يكون عنده تراكم خبرات خلينا نقول عمر تدريبي اعلى على مستوى المنتخب الاول مباراه دوليه وديه يظهر فيها اللاعب بامكانياته حتى يصير مثل ما صاروا اللاعبين السابقين حتى يصل لنفس السويه الفنيه وال يعني خلينا نقول على مستوى الخبره الدوليه حتى نقدر هذا المنتخب يكون نواه منتخب
القادم ان شاء الله لسنوات طويله. نحن ما حنقول طبعا هذا المنتخب هو المنتخب الاخير، لا، اكيد في لاعبين حنتم يعني مراقبتهم داخل وخارج سوريا بكل دول العالم، ما راح نقصر باي لاعب حسب المراكز محتاجينها. مثل ما قال كابتن حسام في بعض المراكز عندنا كثير ضعيفه، محتاجين نحن نرممها بافضل اللاعبين اللي ممكن نقدر يعني نحن يعني نضمهم للمنتخب، ان كان محترفين او حتى يعني باوروبا او حتى من اصول سوريه. هذا الشيء من ضمن يعني افكار كابتن حسام والاتحاد كره القدم. كابتن تحكي لنا عن معسكر دمشق كيف عم يكون وهل حقق الفائده المرجوه منه؟ هلا معسكر دمشق هو كان محتاجينه لكثير اسباب، اسباب انه في عندنا مباراه دوليه حتكون بالفتره القادمه ان شاء الله خلال العشر ايام القادمه، لان نشوف اللاعبين عن قرب. يوم كابتن حسام اكيد شايف كل اللاعبين بالدوري السوري، واحنا شايفين كل يعني الانديه اللي عم تشارك بالدوري السوري من مين اللاعبين ممكن يكونوا على مستوى جيد. تم اليوم يعني استعانه بكثير لاعبين، وصلنا تقريبا 30 لاعب. اخترنا هلا قسم معين، وممكن نختار قسم معين بالمستقبل، ممكن نرجع لبعض اللاعبين اللي تم يعني استبعادهم بسبب ضيق الوقت وعدم امكانيه انه يعني السفر باكبر عدد ممكن من اللاعبين. لكن احنا المعسكر كان كثير مفيد لحتى نرفع بعض يعني بعض الجاهزيه البدنيه لبعض اللاعبين اللي فعلا محتاجين لرفع سويه الحاله البدنيه عندهم، لنشوفهم عن قرب بتدريبات، خلينا نقول تدريبات ممكن تكشف يعني خلينا نقول امكانيات اللاعب اكثر. يوم المباراه هي اكيد مقياس اللاعب، لكن احنا كمان اليوم الكابتن حسام محتاج يشوف اللاعبين على ارض الواقع امامه بتدريبات صباحيه ومسائيه بدنيه فنيه تكتيكيه. هذا الشيء كثير استفدنا منه، وان شاء الله يا رب تكون المباراه القادمه يعني تعطينا انطباع اكثر عن اللاعبين ويحتكوا مع لاعبين على مستوى اعلى. كابتن سؤال اخير، بكل مباريات بالدوري بنشوفك موجود انت والكابتن حسام، رايك بالدوري هالموسم يعني من خلال الجولات اللي مرقت؟ لحد الان مراحل الدوري السابقه هي مراحل فين نقول متذبذبه على مستوى يعني محقول نتائج على مستوى الاداء الفني. يعني ممكن بعض الفرق اللي مرشحه للقب هي من المفروض ان تكون بمراكز متقدمه، لكن شفنا يعني في بعض الانديه كان عندها بعض المشاكل، كانت نادي تشرين اللي مؤخرا يعني خلينا نقول مشي على الخط الصحيح، في بعض الانديه يعني ما ظهرت بمستوى الحقيقي رغم استقطابها لعدد كثير مميز من اللاعبين النجوم، لكن انا بعتبره شيء طبيعي كون فتره الاعداد ممكن ما تكون كافيه. لكن بالمجمل مستوى لساعته غير مستقر غير ثابت لكثير من الانديه، لكن بس بلشت تظهر ملامح الفرق المنافسه من خلال يعني الاسبوع الاخير. ممكن نادي الجيش رجع نشوفه يعني بمقدمه كمستوى كاداء، خلينا نقول نادي وسبي محافظ على شخصيته كمنافس دائما على البطوله. تفضل. شكرا كثير كابتن. نهاية المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخب سوريا الأول الكابتن حسام السيد، يلي أكد فيه على ضرورة التجديد بالمنتخب وعن المباريات الودية القادمة للمنتخب.